طيران حربي استهدف بلدة الأتارب، صواريخ ارتجاجية وسط منطقة سكانية وسط السوق، أدى بعشرات الجرحى. تحصيلة أولية، إذا في شهداء لحد الآن نعرف، سمعنا أنه شخص واحد وما بنعرف الباقي لحد الآن. فرق الإسعاف فرق الدفاع المدني تعمل على بحث الشهداء أو الجرحى من تحت الأنقاض، ولا زال العمل جاري حتى الآن. Let's go.